يا ماندو بتضحك ليه؟ مفيش واحد صاحبي في الشغل بقيت لي حاجه كده عم اضحك عليه. ماما غير بقى. يا هاني لسه جاي ولا ايه؟ كنت فين كل ده؟ انا كنت في الجامعه. في ايه؟ جامعه؟ انا هقعدك من ام الجامعه دي خالص، مش هخليك اروح جامعه. جامعه في ايه؟ اه الساعه 6 يا ماندو، وانا سيبها في ايه؟ يا ابني اختك يا ابني لسه. يعني اختي يا عم تندلعها اصلا. قال اختك راح جامعه وجامعه الجامعه ده انت هتحكي بس. ابوك وصلك بالطريقه دي؟ اه يا عم وصلني على كده، هو دي طريقتي. جامعه والناس في الشارع شايفينها رايحه جايه كل يوم، استفدنا ايه من الجامعه؟ ما استفدناش حاجه، التعليم خدوا ايه؟ مش هقول لك ربنا يهديك. ربنا يهديني؟ زي ده بقيت مدلعها كده بس خد بالك والله العظيم هقعدك على حرام دي هقعدك في الجامعه. مالك في ايه؟ شايف اخوك بيعاملني ازاي؟ معلش اهدي انت بس كده وانا هشوف حل الموضوع ده. انت كنت فين؟ كنت واقفة تحت مع اصحابي. مع اصحابك تحت؟ اه. اتأخرت ليه؟ اتأخرت شوية. طيب. انا عارفة انا لا اقول لك بقى مد ايدي عليكي ولا اضربك ولا اعمل الكلام ده خالص. بس كلمتين مالهمش تالت. مفيش نزول تاني الجامعة. وخد بالك هتتجوزي. يعني ايه؟ على ابن خالك وجوازك الاسبوع الجاي لو سمعت حسك هكسرك واكسر عمك. تمام؟ اتفضلي خش جوه. اه ما تجيش صحيح. يبقى ولعي بقى في الكتب بتاعتك، اجريها لاصحابك، اديله بتاع روابكيا عشان ينفعوك. اتفضل يا يا محمد. كيف هو؟ خش ساعي. تعبت؟ خير فين؟ اه مفيش حاجة. في عملت ايه يا بلو؟ عملت ايه فين؟ اختك فين يا كرم؟ اخت جوه. طيب. مبدئيا كده انا تحت هقدم لها وانا وفيت. نعم. ايه نعم؟ يا ابني اختك لسه صغيرة وبتدرس. لا مفيش دراسة وانا اتفقت معاها على كده. ولا في ده ولا في جامعة ولا في نزول ولا في طلوع. يعني ايه مفيش جامعة ويعني ايه عريس؟ يا ست خلي بره. خش جوه ما تطلعيش عشان ما اكسرش وشي. خد بس هنا. مش خش خد بس خد. تمام؟ وهتقف عليه غصب عنك. وجاي خد مالك. فهموني يا جماعة في ايه؟ فهمني انت جاي ليه؟ انت نسيت تتكلم معايا مندوب فيها مندوب فيها مندوب. هقول لها ده يا كرام. ايه ده بعد اذنك؟ عبد الفتاح مش غريب. عايز يقعدها من الجامعة. مش عايزها تكمل تعليم. اه عشان نوشنا والطلعه والنازله. وشريطك بتعمل ايه يا ابني؟ بتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بالجامعه اللي هتدرسها دي؟ هتعمل ايه؟ مقضيها. خد بالك من كلامك يا كرام، انت عبيط. كلامي؟ انا مش هتكلم الجامعه يا ماندو، الموضوع بالنسبه لي انتهى وخلص. الموضوع بالنسبه لي انتهى وخلص. وبعد اذنك مش عايز كلام تاني. اقعد تحت على اذنك. كرام وسيت ابوك وامرأة كانت كده يا كرام. بس سيت ابويا ليه انت اللي هتخلصوها في الارض؟ انت بتظلم اختك يا كرام. ما بظلمش اختي، مفيش اختي على ماندو ولا اختي انا عندي يا ماندو. وانا اللي عايز الدراسه اللي عايز الجامعه. هتعمل ايه بالجامعه؟ تقعد. انت بص لنفسك انت بس عشان مش متعلم. عشان مش متعلم؟ لا انا متعلم وفاهم اكتر من اي حد في الدنيا، انت اللي مش فاهم. انا مش سيبك كامل يا ماندو عشان تبقى فاهم. طب مش فاهم نزول وطلوع. بعد اذنك سيبنا الوقت لوحدنا. اتفضل. استاذ انت بتكسر كلامي يعني؟ انت بتكسر كلامي؟ استنى اما الراجل يمشي. انت زي ما بتعمل كده. ما ينفعش انت بتعمله ده. ما ينفعش. انت بتصغره في العيله يا كرام. بتصغره في العيله؟ اه بتصغره في العيله. ده طبعا العيله يا ماما مش بتعملي على انا ماما. يا ابني اختك دي اشرف واحده في الدنيا. اشرف واحده. العيله كلها بتتولد تبقى زيها. مش اي حاجه. بس هو انت مش جامعه ومش هتكمل دراستها. اختك في الدب يا كرام، انت عارف الدب؟ يعني ايه الدب يعني؟ يعني حرام تسيب بعضها مع سيدنا. نقطة بيت هتخدم لك. لكن تروح ونزول ومرقعة فاضية. لا بتحترم نفسك. انت شايف نفسك ايه؟ انت مالكش كسر. ما انت مالكش كبير وانا اخوك الكبير يا اخي.
ارتحت بس برضه في دماغي عامل وقفت يا مش هينفع زمان زي ما في دماغي والعيال عمال اسكت يا كرام ولا اقول لكم اهو مش هسيبكم برضه زينب